يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تسمى دولة اليهود بدولة إسرائيل؟ لا، هذه هم اللي وضعوها، نقول دولة اليهود ما نقول إسرائيل، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، وليست هذه الدولة دولة ليعقوب، وإنما هي دولة للشيطان، هي الدولة ليعقوب عليه السلام. الله كرم يعقوب عن هذه الدولة الخبيثة الملعونة. نعم.